طيب المعضول على سبيل المثال بما طرقتها كمثال إن عادت المغلوبة على أمرها، كيف يمكن أن تستفيد من هذا النظام والتحديثات اللي فيه؟ والأمر الثاني كيف يضمن حمايتها كذلك؟ عادة أنه كثير من اللي يعذرون خلاص أنت الولد عمك والله ما تأخذين غيره من يوم أنها صغيرة، يعني هذا إن شاء الله أنه هذا النظام بيخلي هذا من الأشياء اللي عفى عليها الزمان وانتهى. عالجها النظام هذا ووضع لها فقرات خاصة بموضوع العضل، طبعا حيكون عن طريق محكمة الحوادث الشخصية. لابد أنه يكون هناك مسبب ديني في حال عدم قيام الولي بتزويج ابنته. طبعا راعى النظام هذه الإشكالية بصفة دقيقة جدا، وأورد لها ما يقارب الستة السبع بنود. طيب حتى بالرغم من النظام يعني إن شاء الله يكفي الحقوق، حتى فيه كذلك يعني إنسانية، يعني النفقة على سبيل المثال، نفقة مجهول أبوين على الدولة إذا لم يكن له مال ولم ينفق عليه أحد، هذه مثلا كيف يمكن تعلق عليها؟ طبعا بعض الأم لا يكون لديه أحد يقوم بالإنفاق عليه، راعى المشرع أن تقوم الدولة بالإنفاق عليهم، وحوضع شرط أنه إلا إذا توفر فاعل خير أو جهة خيرية تقوم بالإنفاق عليهم. وهذا طبعا فيه مراعاة كبيرة في النفقة للمحظون وللأولاد.